ثم قال الشيخ رحمه الله: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. الكوثري بالجملة طلاب العلم يعرفونه ويسمعون عنه. الكوثري حنفي المذهب، ماتريدي العقيدة من حيث تحديد عقيدته، ولكن الله ابتلاه بكراهة السنة وأهلها ومعاداة المحدثين من الأئمة الكبار إلى وقته، لم يسلم منه إمام متمسك بالسنة، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي، لم يترك أحدا إلا نال منه. كل من عرف أنه يصرح بنصوص الصفات ويهمل ويعتب على علماء الكلام فهو عدوه. فلما علم الكوثري أن الإمام الشافعي أصدر في علماء الكلام حكما صارما، فقال: حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالنعال والجريد فينادى عليهم: هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة واتبع علم الكلام. هذا الكلام أقلق الكوثري وأقعده وأقامه، حمل على الإمام حملات، أحيانا يطعن في لغته، وأحيانا يطعن إلى أن طعن في نسبه. الإمام الشافعي الذي يعرفه كل مسلم، لا أقول كل طالب علم، وهكذا قس على ذلك، لم يسلم منه إلا من هو لم يعرف عنده أنه صرح بإنكار علم الكلام والحمل على علماء الكلام، وإلا لم يسلم منه أحد من أهل السنة، من علماء أهل السنة. هذا هو الكوثري بالاختصار.